Northern Michigan, where our very own Steve Mariucci was a player, played at Northern Michigan, and wanted to get into football, but couldn't get that gig. So he worked at Comerica Bank as an analyst in Detroit right after college. That's where he worked. Was dying, had the itch, had the burn. Ends up making no money, goes to Michigan State, says, I'll do whatever. Let me just be a grad assistant, something. Jumps to Central Michigan, then Georgia, then makes the leap to Houston, where as a defensive intern, he worked alongside Kyle Shanahan. Okay. They get to know each other. They go their separate ways. 10 years later, when Kyle Shanahan gets kas mingil hetkel hakatakse ka midagi muud proovima või ikkagi tulevad need pallid sinna järjekindlalt, see tuleb nüüd otsa hinnale kätte. Ja kas on meil siin kontrannak kohta, sõhtame kolmekesi ette, aga ei natuke ootab, viib hoopis teise lainest. جديد يستعيد ذكريات لاعب العربي في العنابي وقيمتهم وعظمتهم وتاريخهم فريق الأحلام بدأ يمون منتخب العنابي بلاعبه المميزين وبرافو سانشيز في التجديد ومشاركة كل من يجتهد وكل من يظهر بقيمة يستحق أن يلبس ويرتدي شعار قميص الوطن أي والله خوخي معلم لكن جملة عظيمة 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 لما تحب تتكلم عن التكتيك اتفرج على الجملة دي اتفرج على تجميع اللعب بجنب ثم تغيير اتجاه اللعب مع تبادل المراكز ثم الانهاء من العمق بشكل جميل الله بيدرو كان غايب فترة بسبب الإصابة لاعب نادي السد القطري بيدرو سد عنده مباراة أمام الهلال السعودي لقاء العودة في نصف نهائي أبطال آسيا خسر السد ذهابا 4-1 أدي أكرم عفيف مرعب ütleme nii, et peasid nagu õhuvõitlused siin kastis meie ala tulmunda
المنتخب العماني بيحاول لكن مش قادر يسيطر لأن المنتخب القطري مسيطر بشكل كويس. هتتحطت على طول في نص الملعب، حاولت تغيير اتجاه اللعب. حارب السعدي لاعب خط الوسط، حارب لعب كويس، أسماء مش غريبة علينا أبدا، متعونا الحقيقة الفترة الأخيرة، وبطولة كأس الخليج كانوا روعة الحقيقة المنتخب العماني. علي الحبسي أصبح موجود حارس علينا، وفايز الرشيدي اللي تألق وأبدع هناك في الكويت فايز حارس مرمى محترم يلعب على طول. فايز إلى بيدرو يعود بقوة، حسن الهيدوس أبو علي يقف يأجل، الله عليك الله عليك يا أبو علي، إلى خوخي مجال التصويب ولكن سهلة في إيد فايز الرشيدي. أدي خوخي أبو علام لاعب الجوكر، لاعب خط ظهر ولاعب خط وسط بمواصفات متكاملة أمامية على طول. طارق سلمان إلى بسام، الاثنين أعمارهم 20 سنة، اثنين ستوبر منتخب قطر اللي بيلعب تصفيات مزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، الاثنين أعمارهم 20 سنة. بسام الراوي 20 سنة وطارق سلمان 20 سنة، والاثنين أبطال آسيا في كأس أمم آسيا الأخيرة مع العنابي. أقصى اليسار يوسف عبد الرزاق يضغط على علي بوسعيدي، حط في نص الملعب على طول للنجم الكبير أحمد كانو، وأحمد كانو نجم كبير، نعم نعم، من جيل الزمن الجميل اللي أبدع في الكويت في خليجي 16 في 2003 كانت الانطلاقة، ثم وصيف أمام قطر. التعادل 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 ولكن لا، التعادل التعادل ولكن لا، لا 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 لا، إصرار إيه وروعة إيه، وأفضل حراس آسيا يتألق ويبدع. إيه يا سعد ده، إيه يا سعد، يدخل في العمق. عبد العزيز حاتم واحد من ثلاثي خط الوسط، هو اللي يصبح جناح شمال، وهو اللي عمل الكرة
الأخيرة اللي كان ممكن أنه ينفرد، لكن بالتأكيد عبد الله يوسف ومهدي والمالود وسيد ضياء الجميع اليوم في مباراة اليوم يعلم أن الاستفادة من أقل فرصة ستكون هي المكسب الحقيقي. محاولة بكرة طويلة تغيير استردت، عادت مجددا للخط الخلفي. الحكم يأمر، يلا يا وليد، يلا يا وليد. كرة طويلة الآن لعبد الله يوسف، لكن عادت من الدفاعات مجددا باللون الأحمر. مهدي حميدان استلم، عاد مجددا إلى الدفاعات بقيادة اللاعب سيد مهدي باقر. سيد إلى سيد محمد جعفر الكابتن والقائد في مباراة اليوم، دائما وأبدا ما كان وسيكون هو القائد. استلام ومحاولة المالوت مجددا، وهبي عاد لمستواه مع تسونامي الحد بالتأكيد. واليوم هيليو سوسا يعلم أن الكرات الخطيرة ستكون قادمة. تغيير مجددا الاستلام، محاولة الهدوء يا جاسم، الهدوء يا سيد. سيد كرة طويلة، محاولة البحث عن عبد الله يوسف، لكن وين يا سيد يا ضياء؟ أيضا استدت، عادت مجددا التمرير مهدي حميدان. الهدوء يا مهدي، يا ولد يا مهدي، يا ولد يا مهدي. ممكن الآن مرت من الجميع، عادت مباشرة إيرانية، عادت مباشرة إيرانية. وحش يا مهدي، الضغط يا مهدي،
هنا يتكلم البحريني بالتأكيد، هنا يتكلم البحريني بالتأكيد. ربع ساعة مرت وما زال منتخبنا هو الأخطر، ما زال منتخبنا هو الأجمل، ما زال يقدم الصورة المنتظرة. صراحة ربع ساعة مهمة ومهمة جدا، فرصة واحدة للمنتخب الإيراني وبقية الدقائق هي لمنتخبنا الوطني بالتأكيد. ثلاث أخطاء وخطأ إيراني وحيد، محاولة الآن البحث عن هجوم، حذاري من الأخطاء الآن. وين الضغط؟ وين بوغمار؟ بوغمار بوغمار، التخليص الدفاعي عادت إلى ضربة مرمى سيد الحكم. بالتأكيد ضربة مرمى، بالتأكيد ركلة مرمى بالنسبة لمنتخبنا. هنا سيد محمد جعفر، التركيز عالي بالنسبة لمنتخبنا الوطني في الدقائق الأخيرة. اليوم النتائج كانت مزعجة لبعض الفرق العربية، بالتأكيد خسارة المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف من أمام تايلاند، والتعادل السعودي من أمام المنتخب الفلسطيني دون أهداف، انتصار المنتخب اللبناني على سريلانكا بثلاثية، وأيضا انتصار لسوريا بأربعة أهداف دون رد على منتخب غوام. إذن نتمنى ونمني النفس أن يكون انتصارا بحرينيا اليوم، أن يكون انتصارا بلون أحمر، أن نشاهد هدف في الدقائق القادمة على أقل تقدير في نهاية. كامل، وهذا ما نتمناه في مباراة اليوم على المنتخب الإيراني بالتأكيد. سبب رئيسي للصورة التي يظهر عليها منتخبنا الوطني، وكما قال الرضاوي أيضا للقناة الرياضية ليلة أمس أن المطلب الأساسي الحضور الجماهيري، ونحن سنقدم ما علينا. الضغط عبد الله، عبد الله يضغط، وحش عبد الله، وحش عبد الله، دائما الضغط يسبب أزمة بالنسبة للمنتخب الإيراني. هنا عبد الله يوسف اللاعب القادر على أن يسجل في أي لحظة بالتأكيد. كانوا عمق دفاعي ممتاز من احمد، كانوا بيلعبوا 4-2
في نص الملعب دايما احمد كانوا الحقيقه موجود بشكل كويس قوي مع حارب السعدي. تغيير اتجاه اللعب، الباك الشمال المتقدم علي البوسعيدي، لكن شوف مين اللي ضغط عليه ومين اللي رجع وعمل مساندة جميلة. الهيدوس كواحد من لاعبي خط الوسط، في خط الوسط نعم 4-3-3 الانطلاقة من جديد. تاني على طول المعز يوسف دوران، لكن البوسعيدي برافو يا ولد خلصها جميل. مسلماني بوسعيدي حافظ على كورته كويس برجله الشمال مكان حسين مظفر، واحد من الظهراء التاريخيين لكرة عمان. طبعا عمان كان عندها يوسف أمان وغلام حسين وهاني الضابط هداف خليجي 15، عندهم لعيبة كبار عظام الحقيقة على مر التاريخ. طيب عبد النور، هلال حميد، كلها أسماء كبيرة في كرة القدم العمانية، لكن هيليو سوزا بغمار الآن، بغمار الجانبية على شكل ضربة ركنية، بغمار يرسل كرة طويلة، محاولة البحث عن المالوت، أيضا التغطية الدفاعية حاضرة بامتياز. البداية من وليد الحيام، وليد ممكن يمر، عدى وليد إلى وهبي، وهبي بذكاء المالوت إلى مهدي حميدان، مهدي التغيير أيضا إلى عبد الله الهزاع، عبد الله إلى الحردان، الحردان غير بامتياز، سيد ضياء، الله الله الله، شوف التمريرات، شوف التناسق، شوف الجمال في منتخبنا، شوف نقل الكرة، شوف ما فعله سوسة في عدة أشهر فقط مع منتخبنا الوطني، شوف الهجوء يا وهبي. المالوت الآن استلم بذكاء، المالوت يحاول أن يسحب أكبر عدد من لاعبين المنتخب الإيراني لفتح المساحات لمهدي حميدان وعبد الله يوسف وبتأكيد سيد ضياء. هنا وليد الذي كان يشارك مع المدرب سكوب كقلب دفاع، اليوم يشارك كظهير مع المدرب هيليو سوزا. هذا اندل يدل على قيمة هذا اللاعب بالنسبة للمدربين، تغير المدربين، تغيرت الجنسيات. ويبقى وليد الحيام وسيد محمد جعفر من القامات الثابتة في دفاعات الأحمر بتأكيد. استلام ومحاولة، جاسم الشيخ التغيير، حذاري من الأخطاء يا جاسم، الهجوء سيد محمد جعفر بكل بساطة، والتصفيق من هيليو سوسا لأنه يعلم أن الأخطاء أمام سردار ومحمد مهيبي وكريم أنصاري بالتأكيد ستكون صعبة، بالتأكيد ستكون صعبة. كرة طويلة الآن، محاولة البحث، عبد الله الهزاع، الهزاع بكل هدوء لسيد محمد جعفر، بغمار حذاري من الأخطاء، بغمار التخليص، عبد الله الشيخ، جاسم الشيخ، واحد وعشرين دقيقة مرت من عمر اللقاء وما زال التعادل السلبي هو سيد الموقف. انتصار اليوم سيصعد بمنتخبنا الوطني إلى صدارة المجموعة رفقة المنتخب العراقي بالتأكيد، وما ذلك على الله بعزيز. الهدف سيكون التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بحول الله تعالى، والأهم عدم استقبال أي هدف، الأهم عدم استقبال أي هدف. محاولة التغيير الآن بين دفاعات المنتخب الإيراني، عادت إلى علي رضا مجددا إلى حسين كنعاني بكرة طويلة، بحثا دائما وأبدا عن إحسان حاج الصفي. استلام بتغيير، حذاري من الأخطاء، وين التغيير، وين الدفاع، الله 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 الله، ولد يا أبو غمار، وحش يا أبو غمار. بتأكيد بعض الهجمات أخطر من أن يعلق عليها بالتأكيد في مباراة اليوم. الوهبي، المالود تأخر سيد الضياء، والحكم عاد بخطأ لدفاعات المنتخب الإيراني، لكن الكرة الأخيرة أتمنى أن مثل هذه الأخطاء لا تتكرر. هجمة مرتدة كانت خطيرة في اللحظة الأخيرة، تدخل رائع من بغمار وأيضا سيد مهدي باقر، وليد الحيام وعبد الله الهزاع، إصابة هنا للاعب رامين راضيان الظهير الأيمن بالنسبة للمنتخب الإيراني في مباراة اليوم. ما
أجواء حارة بالتأكيد لكن منتخبنا قادر منتخبنا يستطيع هنا الحكم فالنتين كوفالينكو الحكم الذي قاد مباراة مصيرية للمنتخب السعودي أمام المنتخب الياباني عندما سجل المنتخب السعودي الهدف الوحيد في المباراة حذر من الأخطاء التدخل الدفاعي الرائع جدا من سيد مهدي باقر هدف المولد الأخير واستطاع فيه المنتخب السعودي أن ينتقل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا اليوم الذي لا ينسى بالنسبة للشعب السعودي كافة واليوم لا ينسى بالتأكيد بالنسبة لمنتخبنا نفس الصافرة ونفس الحكم ولو 1-0 بالتأكيد رضا 1-0 ستكون كافية بالنسبة لمنتخبنا كرة طويلة محاولة التخليص سيد مهدي باقر وعبد الله الهزاع الأول في نادي الرفاع والثاني في نادي الرفاع الشرقي وغمار في الحد وليد الحيام في المحرق الحرتان في المحرق حميتان في الأهلي المالوت في الحد عبد الله يوسف في سلافيا براغ لكن اليوم الجميع تحت راية واحدة وبقميص واحد وبلون واحد باللون الأحمر بالتأكيد في مباراة اليوم عبد الله يوسف يحاول الاستلام من الخلف لكن أيضا التغطية الدفاعية حذر من الأخطاء عادت للهزاع الهزاع مجددا لمهدي سيد مهدي باقر التغيير 25 دقيقة مرت من عمر اللقاء وليد الحيام استلم على الجهة اليسرى وليد غير إلى مهدي حميدان بذكاء مهدي إلى وليد وليد إلى مهدي مهدي مجددا إلى جاسم الشيخ جاسم غير تمريرات متبادلة إلى سيد ضياء جاسم الشيخ مجددا جاسم إلى بغمار بغمار إلى سيد ضياء انظر إلى التكتيك الذي يلعب على أرضية الميتان بالنسبة إلى هيليوس أوسا انظر إلى عادة التمريرات قبل بداية وبناء الهجمة بالنسبة لهيليوس أوسا أعتقد أن هيليو إلى حد هذه اللحظة كفى ووفى منتخبنا بثقة منتخبنا يلعب بثقة منتخبنا غير مهزوز والحمد لله بالتأكيد كل هذه الأمور ستكون سبب وسبب مهم في انتصار الليلة كرة طويلة أقصى الجهة اليمنى أجمل استلام ومحاولة من بغمار إلى سيد ضياء تمريرات متبادلة جاسم الشيخ غير جاسم لكن أيضا هنا السقوط من مهدي حميدان عادت مجددا إلى سيد ضياء عبد الوهاب المالود وهبي المالود يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله مرت على عبد الله الحكم حرام يا حكم أعتقد أن الكرة لم تخرج بكامل محيطها في اللقطة الأخيرة لكن هي قرارات لفالنتين كوفالينكو الحكم الأوزبكي بالتأكيد الذي ولد عام 1975 19 عاما في عالم التحكيم اليوم مباراة صعبة وصعبة جدا نصف ساعة إذا تكلمنا عن أكثر عنوان مهم في أولى نصف ساعة أن منتخبنا يقدم مباراة على مستوى إلى حد هذه اللحظة كرة محاولة بتسديدة لكن بالتأكيد مثل هذه التسديدات مطلوبة أمام منتخبنا 27 دقيقة مرت الكابتن والقائد سيد محمد جعفر هيليو سوسا المدرب الذي لعب 18 موسم 10 مواسم منها كلاعب أساسي مع فريق فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي وكان الأكثر وفاء لناديه إذ أنه لم يرتدي إلا قميص فيتوريا طوال مواسمه الاحترافية بالتأكيد بعد الاعتزال عمل إداريا أيضا مع نفس النادي ثم انتقل
إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ليشرف على الشباب، وبعد ذلك سنوات مرت ليوقع مع منتخبنا الوطني. تسديدة من عبد الله يوسف، لكن وين الاعتذار؟ وهنا التوتر الإيراني، هنا سردار أثمون لاعب زينت الروسي، واللاعب الذي كما قلنا سجل هدفين من مبارتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. هنا الجمهور الغالي، هنا الجمهور الذي ينتظر أي كرة، أي لمسة، أي تسديدة، أي خطأ من الخصم للاستفادة وتسجيل الهدف الأول الذي نمني النفس أن يأتي عاجلا ليس آجلا. علي رضا حارس المنتخب الإيراني 194 سنتيمتر، الحارس الذي استطاع أن يتصدى لضربة جزاء كريستيانو رونالدو في كأس العالم الأخيرة، وأيضا تصدى لضربة جزاء أمام كمبوديا في المباراة الأخيرة التي انتصر فيها الإيران. 14 هدف سجلت في تلك المباراة، رقم كبير لكن لن يؤثر اليوم على منتخبنا الوطني، لن يكون ذو تأثير. منتخبنا قادر، منتخبنا يستطيع، منتخبنا بالتأكيد لديه الأسماء المهمة التي تستطيع أن تسجل في أي لحظة. حتى على دكة البدلاء هناك الكثير من الأسماء المنتظرة، حذاري من الأخطاء. سيد مهدي باقر، كرة طويلة الآن عن مهدي حميدان، مرت من الجميع وعادت رمية جانبية. هنا مهدي الذي تحرك كثيرا في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء، وما زال يقدم مستوى مهم، ومهم جدا بالربط ما بين الهجوم والدفاع. من وليد الحيام، لكن أيضا عادة الجانبية للمنتخب الإيراني. لمسة يد يا حكم، لمسة يد يا حكم، يحتسبها بالتأكيد الحكم الأوزبكي فالنتين على اللاعب كريم أنصاري فريد. كريم أنصاري، هنا الكرة الأخيرة، وهنا لمسة اليد، الاستفادة من طول القامة لدى عبد الله يوسف وعبد الله الهزاع، ولا ننسى بالتأكيد سيد مهدي باقر ووليد الحيام. لدينا طول قامة جيد، ولدينا أيضا لاعبين على مستوى لتنفيذ الضربات الثابتة. هنا وليد الحيام يطلب الكرة في منطقة الجزاء. وليد الحيام سجل كثيرا مع المحرك، اليوم يمني النفس أن يسجل مع منتخبنا الوطني أجمل كرة. الآن محاولة ضربة ركنية مهمة، أعتبر أن الضربة الركنية ستكون مهمة ومهمة جدا. منتخبنا سيسجل بإذن الله عاجلا ليس آجلا، منتخبنا سيسجل يا جاسم، جاسم الشيخ والسيد ضياء الآن على تنفيذ الضربة الركنية. السيد ضياء على تنفيذ الضربة الركنية، وطلب الكرة من مهدي حميدان، ولا ننسى عبد الله يوسف، لا ننسى عبد الله يوسف والهزاع، الهزاع الآن الرأسي، يا الله اختفى الجميع وظهر أبو غمار، اختفى الجميع وظهر أبو غمار، لكن شوف الكرة الأخيرة، الله يا أبو غمار، الله يا أبو غمار، كان بالإمكان، كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول، لكن مرت، مرت والقادم أجمل، مرت والقادم أجمل. كرة طويلة الآن، البحث عن رأسية، التدخل الدفاعي من عبد الله الهزاع، عادت إلى جاسم الشيخ. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi là hiệp thi đấu đầu tiên sẽ kết thúc. Và trước khi tạm biệt anh em, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới anh em một website đặt cược bóng đá rất uy tín, đó chính là FP88.tv. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lên tới 2 triệu đồng cho thành viên mới, hoàn toàn hợp pháp và an toàn, nạp rút cực nhanh, không đầu bằng. Hãy truy cập FP88.tv để nhận ngay ưu đãi. أسلوب واضح من البلجيكي بسحب أكبر عدد من لاعبي منتخبنا الوطني إلى منطقة جزاء
المنتخب الإيراني بعد ذلك لفتح المساحات في أرضية الملعب، لكن بالتأكيد لن تمر على هيليوسوسا، لن تمر على البرتغالي. كرة طويلة أقصى الجهة اليسرى، سيد ضياء بالمراقبة، عين الضغط الدفاعي موجود، حذاري الحردان في الوقت المناسب، الحردان في الوقت المناسب. حميدان عبد الله يوسف، ذكي عبد الله يوسف، يلا يا حميدان، يلا يا حميدان، عادت مباشرة وهبي، وهبي، وهبي أقصى الجهة اليمنى، استلام مميز، سيد ضياء، سيد ضياء، يلا يا سيد، يلا يا سيد، عادت مباشرة الوان تو، ممكن الآن، الله، الله، الله على الكرة الأخيرة يا سيد، الله على منتخبنا يا هيليو، الله على كرة قدم جميلة. مباشرة عادة إيرانية في وسط الميدان، حذاري، نعود مجددا للتمركز، نعود مجددا للتمركز الصحيح. بالتأكيد أفضل أربع دقائق مرت منذ بداية المباراة. الحردان، الضغط يا الحردان، الضغط يا الحردان، البحث عن مرتدة، سرعة حميدان وسرعة أيضا سيد ضياء، محاولة الآن البحث عن كرة أرضية، لكن مهدي، مهدي باقر، عشرة على عشرة، عشرة على عشرة، روح يا الحردان، روح يا الحردان، يلا عبد الله، عبد الله يوسف الآن يفتح اللعب، عبد الله يوسف، محاولة البحث عن مهدي حميدان، مهدي حميدان، تأخر مهدي، تأخر مهدي، عبد الله يوسف الانتظار، استلام سيد ضياء، سيد ضياء أيضا، تأخر منتخبنا في المرتدة، لكن معلش الحردان مجددا، كرة طويلة أقصى الجهة اليسرى، الحيام استلم، الحيام الآن، وليد، وليد، يلا يا وليد، يلا يا وليد، مهدي حميدان، ممكن تسديد الآن يا مهدي، يغير إلى عبد الله يوسف، الله، 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 الله على كرة، كان ممكن يا عبد الله، كان ممكن يا عبد الله. شوف الغضب من حارس المرمى، وترنا إيران، وترناهم، وترناهم أكيد، وترناهم في الدقائق الخمس الأخيرة. عادت إلى مهدي حميدان، مهدي الآن غير، محاولة الضغط من عبد الله يوسف و سيد ضياء، هنا أبو غمار، الضغط على حامل الكرة، محاولة الاستفادة، الهدوء، هيليو سوسا يطلب التمركز، التمركز منتخبنا، التمركز، كرة طويلة، وين الدفاع، رايا وتسلل، رايا وتسلل، وين الحكم، مرت الكرة الأخيرة، مرت الكرة من ساردار أزمون، قلت اللاعب الأخضر، لكن عندي إحساس أن الكرة الأخيرة كانت تسلل، ممكن، ممكن، لأن منتخبنا قدم مصيدة تسلل مميزة في الكرات الأخيرة. هنا، هنا الرأسية عبد الله يوسف، وهنا المتابعة لو كانت موجودة من أحد لاعبي منتخبنا الوطني كان ممكن، لكن أيضا مرت، منتخبنا يقدم كرة قدم جميلة إلى حد هذه اللحظة، منتخبنا على المستوى إلى حد هذه اللحظة، منتخبنا أرض الجماهير وأرض الجميع إلى حد هذه اللحظة، كلام الحق يقال. هيليو سوسا ما زال يطلب التمركز، التمركز الصحيح هو الذي سيكون سبب رئيسي في تحقيق نتيجة إيجابية بحول الله تعالى في مباراة اليوم. أقصى الجهة اليسرى، استلام من ميلاد محمدي، ميلاد غير إلى إحسان حاج صفي، حاج صفي إلى كريم، ممكن الآن يمر الحكم، يا حكم، يا حكم، تمثيل، تمثيل يا حكم، تمثيل، لكن الحكم أمر بالاستمرارية. مهدي حميدان استلم، حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء يا مهدي، حذاري من الأخطاء يا مهدي، ولدي الحردان، ولدي الحردان، طبعا محمد الحردان هو شقيق اللاعب فهد الحردان الذي لعب لمواسم كبيرة وكثيرة جدا مع المحرق بالتأكيد، واليوم صغير السن كبير الإمكانيات في مباراة كبيرة وكبيرة جدا، ما زال يقدم الأداء المنتظر، ما زال منتخبنا على العهد والوعد إلى حد هذه اللحظة. دقائق مرت، ندخل على العشر الأخير من عمر الشوط الأول، محاولة باستلام، الحردان غير، البحث عن سيد ضياء، سيد ضياء إلى أبو غمار، أبو غمار وين يا أبو غمار، أبو غمار يا ولد يا أبو غمار، حلوة يا أبو غمار، عبد الله يوسف إلى مهدي، مهدي ممكن يسدد، مهدي سدد، لكن وين، لكن وين، اصطدت، عادت مجددا الحكم يعود بخطأ. مهدي من أبطال ورجال الشوط الأول بلا منازع، منتخبنا بشكل عام الجميع اليوم قدم أداء مميز على أعلى مستوى،
واسأل سيد محمد جعفر المرتاح كليا. والحمد لله هي كرة واحدة بس كانت خطيرة. سيد ضياء صاحب الكرة الأخضر في المباراة، بوغمار صاحب الرأسية الأخضر في المباراة، عبد الله يوسف ما زال يقدم مباراة مميزة. 38 دقيقة مرت من عمر اللقاء وما زال التعادل هو سيد الموقف. الضغط الآن من وليد الحيام. راميين راضيان يعود إلى مجيد حسيني. مجيد حسيني يغير، تمريرات متبادلة حلوة، الكرة من بغمار عادت للحردان، الحردان إلى سيد محمد جعفر. الثقة موجودة لسيد المرمى بالتأكيد. كرة طويلة والبحث عن عبد الله يوسف مرت من الجميع وعادت مباشرة إلى حسين كنعاني. كنعاني إلى مجيد حسيني. مجيد الآن استلم قلب الدفاع ولاعب طرابزون التركي. مجيد حسيني يرسل كرة طويلة، البحث دائما وأبدا عن مصيدة التسلل مكسورة من منتخبنا، لكن هذا الأمر لن يتم بحول الله تعالى. يا مهدي استلم حميدان، راح مهدي، يلا يا مهدي غير أقصى الجهة اليمنى، مرت من الجميع. مشكلة مهدي فقط في التمرير، مشكلة مهدي فقط في التمرير، لكن باقي الأمور بالنسبة لمهدي أعتقد أنه لاعب مكتمل. سرعة موجودة، مهارة موجودة، تسديد موجود، ذكاء موجود، لكن هي التمرير فقط. وأعتقد ستكون وظيفة مهمة لعبد الوهاب المولود وأيضا الحردان في دقائق المباراة القادمة. جاسم الشيخ بالضبط، جاسم الشيخ الآن يضغط، محاولة البحث عن الأخطاء. حذار يا منتخبنا، طالت الكرة على الجميع، وكرة بالتأكيد تشرح أن منتخبنا قدم شوط أول رائع بكل معنى الكلمة. الجانبية الآن كرة ومحاولة إلى عبد الله يوسف مرت من الجميع وعادت الجانبية لمنتخبنا. الأحمر متى سيسجل؟ الأحمر متى سيسجل؟ لكن بالتأكيد الهدف قادم عاجلا ليس آجلا. سنشاهد الهدف يا وليد. وليد الحيام كرة طويلة باستلام بتغيير إلى جاسم الشيخ مباشرة. محاولة يا جاسم، غير أقصى الجهة اليمنى مجددا إلى سيد ضياء. ولد يا سيد، ولد يا سيد، إلى وهبي المالود، 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 وين يا المالود؟ أقصى الجهة اليسرى حلوة لوليد، لكن أيضا مرت مجددا، اصطدت في الجميع وعادت إلى المنتخب الإيراني. حذاري من الأخطاء. وين الدفاع؟ وين الدفاع؟ وين الدفاع؟ عبد الله، يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، وحش عبد الله، يلا يا عبد الله، وحش يا عبد الله، يلا يا عبد الله، وحش يا عبد الله في الكرة الأخيرة. طبعا تصفيق الجمهور للكرة الأخيرة يعلم، يعلم الخطورة. يا عبد الله، هنا عبد الله الثاني، هنا عبد الله الثاني، يلا يا يوسف، التغيير مباشرة، لكن استردت إلى وليد الحيام. رمية جانبية لمنتخبنا يا حكم، لمنتخبنا يا حكم، منتخبنا يا الأوزبكي، لكن معلش، لكن معلش، رضا والحمد لله على أداء منتخبنا، رضا والحمد لله على أداء منتخبنا، بدون خوف، بدون توتر، الأمور صح، 10 على 10 صح. كرة الآن أقصى الجهة اليمنى، التغيير، محاولة البحث دائما وأبدا. استلم مهدي، يلا يا مهدي، يلا وحدة يا مهدي، كرة يا مهدي، الحردان أقصى الجهة اليمنى، بغمار، يلا يا بغمار، يلا يا بغمار، يلا يا بغمار، كرة طويلة حلوة، حلوة لوهابي المالون، مرت من المالون، لكن أداء مشرف أمام المصنف الأول آسيويا، وتلعب مباراة وتقدم مباراة وتجعل المصنف الآسيوي الأول حائر في أرضية الميدان. أعلم أن عمل هيليوس أوزا كبير، بل وأعلم أن منتخبنا قدم مباراة وشوط أول مميز، وأعلم أن الفريق كامل 10 على 10. هنا سيد مهدي باقر، وهنا أيضا فالنتين كوفالينكو يتكلم مع اللاعبين
الحكم الذي حكم في كأس آسيا 2011 وكأس الاتحاد الآسيوي من 2012 إلى 2019. حكم في تصفيات كأس العالم بالتأكيد، لكن لم يشارك في كأس العالم 2014، لكن حكم في التصفيات. بداية المشوار كانت في مباراة اليمن والعراق في تصفيات كأس العالم 2006. سيد محمد جعفر، كل ثقة سيد محمد جعفر. بكل ثقة، نشوف الثقة موجودة. اقرأ وجوه لاعبين منتخبنا وبتعرف ان الثقة موجودة. حذاري الان من الكرات الثابتة. لا 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 لا، مو على سيد، مو على سيد مثل هذه الكرات بالتأكيد، مو على سيد محمد جعفر. بعد 34 سنة وطول العمر ان شاء الله ما تكون على سيد محمد جعفر مثل هذه الكرات. يا احسان حاج صفي، كرة طويلة الآن، مهدي يضغط، إذا ضغط مهدي خطير، إذا ضغط مهدي خطير. عادت مباشرة، حذاري من الأخطاء، وحش بغمور في الوقت المناسب. التغيير الآن، سيد ضياء، سيد ضياء، سيد ضياء بكل هجوء. لا يا سيد، لا يا سيد، الآن الضغط الدفاعي، سيد ضياء. شوف العودة من سيد ضياء، شوف العودة والتصحيح الخطأ. وحش يا سيد ضياء، وحش يا سيد بالتأكيد. هنا هنا روح المنتخب البحريني، هنا روح الأحمر، هنا روح الملعب الوطني، هنا روح المنتخب الذي استطاع أن يوقف إيران في جميع المباريات التي زار فيها مملكة البحرين. أكيد تفكر، أكيد محتار، وأكيد تسأل نفسك، البحرين مو كمبوديا، البحرين مو كمبوديا يا مارك. 14-0، لكن في الوطني الأمور تختلف، ومع صافرة الحكم فالنتين كوفالينكو أعتقد أن قدمنا شوط أول مميز بالنسبة. وإذا تكلمنا عن مصنف أول آسيويا فإحنا اليوم 10 على 10. زميلي فواز، أنا يمكن دائما ودائما وبعد كل مباراة أسألك سؤال، لكن بعد هالشوط بالتحديد أعتقد أنه ما عندي أي سؤال، بس أقول لك منتخبنا قدم شوط أول مميز، منتخبنا ترفع له القبعة، هيليو سوزا أدى اللي عليه، وأكيد ننتظر شوط ثاني أجمل. إلى هذه اللحظة أنقل لك زميلي الكلمة مع الزملاء في استوديو التحليل. حاز وأتحيز لمنتخبنا الأحمر، فالمستوى مميز، والبحرين أخطر في شوط أول، كان عنوانه البحرين بإمكانها الفوز وتحقيق النصر. إذن هذا عنوان أربعة وثلاثين سنة لفيودور زاميت، حكم دولي منذ 2015. واضح التدخل من البورنوز، جر الكرة ديمبا، هاو الدفع باليدين، واضح أمام أنظار الحكم المساعد، لا أحد تدخل. ولا أحد اتخذ قرارا. فرانسوا كامانو سوف يكون حل.
يعطي كل امكانياته في سبيل التغطيه في هذا المركز، لان احمد غمار هو ليس لاعب ظهير، فلاعب الظهير عاده تكون لياقته جدا عاليه مقارنه بلاعب قلب دفاع. صحيح. فانا اعتقد في نوعا ما استنزاف لطاقة أحمد بغمار ذهنيا وبدنيا، فهذه النقطة يجب الالتفات فيها من قبل هلي سوزا. هذه نقطة الأخفاق، نقطة التفوق نقطة ولا أكثر من نقطة للتفوق. أكثر من نقطة. أحد العلامات المضية اللي أرفع لهم القبعة من بداية الشوط الأول حتى نهايته جاسم الشيخ ومهدي حميدان. صحيح. تصرف بثقة، بإتقان، بثبات، بدهاء، يعني أكثر من رائع عملهم. سيد ضياء كان العنصر الموازي في التفوق، ولكن دخل المباراة بعد مرحلة جس النار. سيد ضياء لم يكن بهذا الأداء من بداية الشوط، ولكن من بعد الدقيقة 10 أو 15 سيد ضياء هو كان الدينامو. شوف هذه الفرصة كابتن عبد الرحمن وكابتن قاضي، يعني هذه أنا أعتقد تفوق لنقاط قوة منتخبنا اليوم، أثبتوا أنهم عندهم إيمان بالذات. هذه النوع من المباريات يجب أن يتعامل معها منتخبنا بمبدأ من أين تؤكل الكتف. صحيح. هي نقطة واحدة أو فرصة واحدة ممكن تنهي لك مباراة. جميل. لأن المباراة المغلقة دائما تنتهي على نقاط وجزئيات صغيرة جدا، منها كرات ثابتة. صحيح. هذه الفرصة الثانية من الفرص الثلاث اللي تكلمت عنها. فسيد ضياء دخل المباراة في المرحلة الثانية من الشوط الأول وأبدع، أنا أقدر أقولها. النقطة الرابعة اللي المشاهد يمكن أو المشجع العادي ما يشوفها بنظرتها الحقيقية، محمد الحردان. طريقة رسم التكتيكي للمدرب 4-1-4-1 مثلث مقلوب، أن محمد الحردان يكون لاعب ارتكاز فردي، هي قاعد تستنزف الكثير من طاقته، ونوعا ما تخليه يظهر في بعض مراحل الشوط الأول بأقل من مستوى. صحيح. ولكن محمد الحردان مستوى مرهون بالمسافات اللي قاعد يقطعها عشان يغطي على عبد الوهاب المالون. صحيح. سبب ظهور محمد الحردان في بعض لحظات الشوط الأول بمستوى أقل من مستوى اللي قاعد يظهر فيه في فترات ثانية في الشوط الأول هو عبد الوهاب المالون. عبد الوهاب المالون مختفي تماما. عبد الوهاب المالون لم يقدم الإضافة الهجومية ولم يقدم الإضافة الدفاعية التي يستلزمها المركز اللي قاعد يلعب. جميل جدا. نقف عند عبد الوهاب المالود وأعود للمنتخب الإيراني. نقاط الضعف اللي لازم نستثمرها كابتن غازي الماجد، أو لماذا لم نستثمر هذه النقاط لدى المنتخب الإيراني؟ كان في ثغرات لدى المنتخب الإيراني. هو طبعا الظهير اليمين اللي في شو اسمه في الظهير في المنتخب الإيراني هو المشكلة. وفعلا يعني حتى بغمار وسيد ضياء مروا من عنده وكانت الخطورة، وإن شاء الله تستمر تستمر هذه، لأنه هو اللاعب رغم أنه محترف في بلجيكا لكن عنده ثقل يعني ثقيل في الحركة. فبالتالي سيد ضياء وسرعة ومهارته كان ممكن نشكل على خطورة في كرات، يعني هو يكون بطيء فيها. لو ندخل لاعب ضد واحد ضد واحد ندخل على اللاعب ممكن أن تسبب لك إشكالية. قلت لك أنا لاعبين في وسط الملعب مهاريين، لو استفادوا من مهاراتهم مع يعني الحركه البطيئه والاجسام الثقيله اللي موجوده عند المنتخب الايراني ممكن نحصل كرات ثابته، ممكن نحصل ضربه جزاء. كلها هذه مرهونه الان. اكيد سوزا شاف الفريق بشكل كامل، يمكن لاعبين خذوا ثقه اكثر وشافوا الفريق انه ممكن هم قادرين ان يعملون شيء غير اللي شافوه قبل لا يلعبون الشوط الاول. الآن يفترض أن يكون الثقة أكثر، الثقة أكبر. Và như vậy là trước khi đến với những diễn biến gay cấn của hiệp thi đấu thứ hai, nếu như các bạn vẫn còn đang loay hoay không biết nên đặt cược cho hai đội bóng tại đâu, thì hãy tin tôi, hãy truy cập nhà cái FP88.tv. Đây là trang nhà cái uy tín nhất hiện nay và đang đứng top ở diễn đàn uy tín nhất về cá độ châu Á Asian Bookie. Các bạn hãy yên tâm đặt cược tại FP88.tv và hãy truy cập ngay FP88.tv. Cược ngay, chiến thắng và rút tiền về nhanh chóng. الريل العامية ممكن يسجل. المفروض يكون سيد ضياء لو شايته بالريل اليمين ممكن تشكل خطورة أكثر، لأن بتروح الكرة ممكن تكون على الأقل في المرمى، يعني تسبب مشكلة حق الحارس. كان في ندرة من التسديدات خارج منطقة الجزاء كابتن عبد الرحمن المالكي. طبعا منتخبنا لا كان عنده جفاف التسديدات، وهذه ما يؤخذ عليه. أكثر من فرصة كانت مواتية لعبد الوهاب مولود أنه يقدر يسدد، فلعبها خلف المدافعين. أكثر من
نقطة ممكن نتحدث عنها اليوم. المنتخب الإيراني قاعد يلعب على ثالوث من اللاعبين، ثلاث لاعبين هم المحرك الرئيسي للمنتخب الإيراني في الشوط الأول. كل الكرات تعبر عن اللاعبين الثلاثة، أميد إبراهيمي، أميد إبراهيمي، محمد محبي، وميلاد محمدي. هاي الثلاثة هم اللي قاعدين يسيطرون على أغلب الكرات اللي كانت موجودة في الشوط الأول المنتخب الإيراني. صحيح. مجرد الضغط على أميد إبراهيمي يفقد التوازن للمنتخب الإيراني، لأن خصوصا الثلاثي الهجومي قاعد يلعب بلا مركزية وثلاثتهم مهاجمين بوكس. صحيح. فحتى اللامركزية ما بينهم غير منظمة، ولكن يؤخذ على منتخبنا في الجانب الآخر عملية نصب التسلل. عملية نصب التسلل كانت وايد بعيدة عن خط المرمى، فأي خلل أو هفوة في لاعب يكسر مصيرة التسلل راح تكون انفراد صريح، صعب أنك تلحق على هذا اللاعب بسبب المسافة. فهذه أنا أتمنى من لاعبيننا أن يدافعون من تقريبا 20 أو 25 متر برا خط المرمى وليس من 50 متر. فشفنا أكثر من كرة وجودها جدا صعب لأنها هي عملية جدا حساسة. صحيح. صحيح. معالجة الخطأ صعبة راح تكون بسبب الفراغ. وشوف عملية الضغط اللي قاعد يعملها منتخبنا في وسط في الثلث الهجومي وليس في الثلث الدفاعي، فبالتالي هذه الفراغات ممكن تحدث، لكن مع التنظيم اللي قاعدين نشوفه يكون في دور حق سيد محمد جعفر انه هو يغطي مثل هذه المشاكل. يعني كانك تقول كابتن غازي انه يطبق او اللاعبين يطبقون 70% من تعليمات المدرب مع بعض الهفوات تقريبا، يمكن حتى اكثر من 70%، لان هذا واضح انه تكتيك مدرب شغل مدرب واضح في الشوط الاول. صح. تماما، ولاعبيننا على الاقل يعني 80% من المطلوب منهم تكتيكيا طبقوه، لكن احنا دائما هو حتى المدرب يعرف ان احنا عندنا مشكلة في الناحية الهجومية، النزعة الهجومية لا زالت مو موجودة عندنا، لا يحتاج وقت على أساس أنه يوصل لها. يمكن حاول يجربها بشكل مفتوح في مباراتنا مع أذربيجان وشفت شلون الأخطاء صارت، صار المنتخب مفتوح. كانت خير تجربة مع منتخب أكيد أذربيجان. هو تجربة طبعا، وحاول أنه يراوي اللاعبين وحتى يراوينا يمكن احنا كمحللين، أنا لو فتحت الملعب شوف شلون راح يكون حال الفريق. وبالتالي اليوم رجع بطريقة الأسلوب اللي هو يلعب فيه، أي كان الأسماء اللي موجودة هو يطبق الاستراتيجية اللي زرعها في اللاعبين وقاعد يمشي فيها بشكل جيد. اليوم أنت مع المنتخب الإيراني ما حسينا بالمنتخب الإيراني أبداً. على الأقل في الشوط الأول أبداً. وإحنا كنا الأفضل، كنا الأخطر. فبالتالي يعني الاستمرار والتركيز العالي مطلوب في مثل هالمباريات، أي خطأ ممكن الفريق الإيراني يمكن اليوم ينتظر خطأ فردي من أحد اللاعبين أو أحد المدافعين لتخليص المباراة. فبالتالي إحنا نتمنى هم أن يخطون على أساس إحنا نحصل. هذا كله نتمناه. كل الجماهير اللي حاضر اليوم تتمنى هذه الهفوة أو قلة التركيز أو عدم التركيز، وإن شاء الله ما تي في الربع ساعة الأخيرة اللي دائما نشوف فيها اللاعبين يفقدون فيها التركيز. الشوط الثاني كابتن، على ذكر اللاعبين، هل بحاجة المدرب إلى الزج بمن على دكة الاحتياط خاصة كوميل الأسود هداف المنتخب؟ شوف عطفا على المستوى في الشوط الأول، المدرب أمام حلين. الحل الأول أنه بنفس التشكيلة ممكن يغير بشكل طفيف النسق التكتيكي، أنه يرجع جاسم الشيخ كلاعب ارتكاز ثاني مع محمد الحردان، ويجلب عبد الوهاب المولود لاعب ساقط خلف عبد الله يوسف علشان يستفيد أكثر من دقة تمريرات عبد الوهاب المالوف في الثلث الهجوم. هذه الحلول بدون أي تغيير عليك. بدون أي تغيير. نعم. التغيير الثاني أنه يخرج عبد الوهاب المالود ويدخل علي حرم ويحرر جاسم الشيخ ومهدي حميدان أكثر. صحيح. فهذه نقطة. ولكن ماذا يجب على منتخبنا أن يعمل من خلال التشكيل الحالية؟ صحيح. أول شيء عبد الله يوسف لازم يركز أنه هو مهاجم أوحد، فيجب أن يكون المهاجم الوحيد يتصرف بخبث ودهاء بحت، يجب أن لا يفقد أو يستنزف طاقته في الجري من غير فائدة. وهذه كان تعليقك على أحد الكرات. بالضبط. النقطة الثانية، في نقطة مفصلية في الشوط الأول اللي هي الدقيقة 26. دقيقة 26 لو تكررت 3-4 مرات في خلال المباراة منتخبنا راح يسجل. دقيقة 26 منتخبنا أجرى أكثر من 20 تمريرة، والمنتخب الإيراني كان يجري خلف الكرة. فغير مرتين ثلاث من الجهتين. جهات اللعب. صحيح. بالضبط. فهذه ممكن أن تستنزف
طاقة المنتخب الإيراني في على فترات. صحيح. النقطة الثالثة، إذا تم الإبقاء على عبد الوهاب المالود يجب أن يكون قريب جدا من جاسم الشيخ ومحمد الحردان، لأن هذه العملية هي منطقة العمليات قرب في المسافات. لأن إذا استمر على نفس الشكل محمد الحردان راح يستنزف بعد 65 دقيقة. صحيح. وهذا ما فما نبي نخسر تبديل إحنا في حاجة له، ممكن تكون في فترات متلاحقة في المباراة. النقطة الرابعة وهي المهمة، نتمنى استمرار النسق الهجومي جاسم الشيخ ومهدي حميدان وسيد ضياء. نعم، هذه النقاط الأربعة لدى عبد الرحمن المالكي، نقاطك كابتن؟ أكيد يمكن أنا أتفق معه بشكل كامل، بس مجرد عبد الله يوسف يفترض أن يكون هو المهاجم الواحد. أنت لما تلعب مهاجم واحد يفترض أن على الأقل يكون مهمتك هو داخل البوكس وليس خارج منطقة. صحيح. يعني عبد الله مثل ما يقول الكابتن أنه هو دائما يستنزف قوته، يتحرك في دائما خارج البوكس في كرات، يمكن المفروض هو يستفيد من خبرته كلاعب محترف أنه أنا ما يضرب السبرنتات رايحة على أساس أنه ما يستنزف الطاقة اللي موجودة عنده. إضافة طبعا أنت محتاج لاعب بقامته وقوته على أساس أنه هو يحصل، يعني حصل كرة وشكل فيه خطورة براسه، فبالتالي لما تكون أنت مرتاح وواصل توصل لك الكرة، غير أن أنت المفروض يكون أنت اللي داخل البوكس، فتكون خارج البوكس مشكلة. بالتالي لا بد أن يكون عندنا يعني يبقى عبد الله يوسف داخل البوكس ويكون لاعب صانع لعب وراء. أنت كنت تتفق مع الكابتن عبد الرحمن مالكي حتى في موضوع التبديل، تتفق مع الكابتن عبد الرحمن؟ لا، التبديل ممكن، يمكن الكابتن سوزا حط في سيناريو في باله، يمكن انا اعتقد انه يكون عبد الوهاب المولود يسحبه ويحط كوميل لصناعه الكرات، او ممكن لان على اساس ان الان الوضع الدفاعي اللي موجود الجماعي ما يحتاج وجود تدخل، ما يحتاج تدخل. اي بالضبط، لا يفترض انه يكون هناك بعض الاخطاء اللي ذي ممكن البسيطه اللي ممكن يصلحها سوزا، لكن لابد انه كان عنده في باله انه يمكن يكون كوميل يدخل في وقت من الاوقات، يمكن بدل سيد ضياء او بدل عبد الوهاب. صحيح. انا يمكن سالتك سؤال في بدايه الاسئله التحليلي عن يعني جماليات كره القدم او طريقه الهجوم والنسق الهجومي لاي منتخب، ان كان التسديد من خارج منطقه الجزاء، اللعب على الاطراف، محاوله التوغل داخل منطقه الجزاء. شو اللي طبقه منتخبنا من هذه الثلاثه او الاربع تكتيكات؟ تسديدات من خارج منطقه الجزاء بالتحديد، يعني ما جربنا الحارس بالضبط، ما جربنا الحارس، عديم التسديدات، ولكن منتخبنا نوع من خلال النسق الهجومي. بس شو اللي منعنا؟ كان لا، هو قرار فردي بالضبط. قرار التسديد من خارج المنطقه هو قرار هذه المباراة وشوطها الثاني. لك الكلمة عمر. دائما وابدا احبائي اعزائي مشاهدينا الكرام، نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر الزملاء في استوديو التحليل زميلي فواز العبد الله، وبالتاكيد محللي القناة الرياضية الكرام، كما قالوا وتحدثوا هي في النهاية اقاويل واحاديث. 45 دقيقة تفصل الأحمر، تفصل منتخبنا الوطني لأن يعتلي صدارة المجموعة الثالثة بحول الله تعالى، بعد أن يأتي الهدف المنتظر الذي ما زلت أشعر وما زلت أنتظر، وما زال لدي شعور كبير أنه سيكون قادما عاجلا ليس آجلا بحول الله تعالى. ندخل بتشكيل اللقاء ونبدأ بسيد المرمى سيد محمد جعفر، أحمد مغمار، سيد مهدي باقر، عبد الله الهزاع، ووليد الحيام، محمد الحردان، مهدي حميدان، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، وسيد ضياء، وعبد الله يوسف. هي اختيارات المدرب البرتغالي هيليو سوزا لمباراة اليوم يا مهدي. إذن
بالنسبة للجانب الآخر مارك فيلامتوس المدرب البلجيكي فضل في حراسة المرمى ذو 194 سنتيمتر علي رضا، رامين راضيان، مجيد حسيني وحسين كنعاني، ميلاد محمدي. اختيارات الخط الدفاعي في المقدمة كل من أوميد إبراهيمي، إحسان حاج صفي، وأيضا مهدي تارمي، كريم أنصاري فريد، ومحمد مهيبي، وساردار آزمون. إذن اختيارات البلجيكي مارك فيلتومس لمباراة اليوم وللشوط الثاني بالتحديد. المدرب الذي صال وجال أوروبا، المدرب الذي بعد أن ترك كرة القدم في العام 2003 عندما كان محترف في نادي شالكة الألماني، توجه مباشرة لرئاسة مجلس الشيوخ البلجيكي ودخل في الحزب السياسي، لكن بعد ذلك فضل العودة إلى عالم التدريب وعالم كرة القدم، واليوم يتواجد في مباراة مهمة بالنسبة إليه ومهمة أكثر بالنسبة إلينا. جاسم الشيخ اللاعب الذي قدم شوطا مميزا، بل منتخبنا بشكل كامل، الجميع قدم الشيء الكبير وننتظر الأكبر. هنا صاحب المتر والأربعة وتسعين سنتيمتر علي رضا بالتأكيد، الذي كان يتلقى هدف بل هدفين بداية من رأسية مغمار، ولا ننسى بعد ذلك محاولات مهدي وحميدان وأيضا وهبي المالود، عبد الله يوسف، جاسم الشيخ، والأهم سيد ضياء. الآن انطلاقة، محاولة مجددا إلى مجيد حسيني، مجيد مجددا إلى أوميد إبراهيمي إلى حسين حد أو الصفي، يغير بامتياز إلى رامين راضيان. المنتخب الإيراني يعلم ما الذي شاهده في الحصة الأولى، يفهم ما الذي استطاع أن يفعله منتخبنا الوطني. حذاري من الأخطاء. وين الدفاع؟ ولد يا عبد الله الهزاع. هنا كريم أنصاري فريد، اللاعب الذي كان في الكرة الأخيرة، لكن برافو حكم المباراة فالنتين كولوفالينكو، الحكم الأوزبكي الذي يقود اللقاء اليوم. محاولة بتمرير، البحث دائما وأبدا عن لاعب يستطيع أن يتوغل ما بين الدفاعات الحمراء، ولن تجد بإذن الله تعالى. برافو وليد الحيام، الكرة الأخيرة من وليد، والكرة الأخطر كانت بتدخل من عبد الله الهزاع الذي يقدم مباراة على مستوى عالي بالنسبة لمنتخبنا الوطني. هنا الركنية ستنفذ، إحسان حاج صفي هو الذي سينفذ الركنية الآن. الدفاعات، كل لاعب يجب أن يتمركز كما قال هيليو سوزا. استمعوا لما قاله هيليو سوزا في الضربات الثابتة يا منتخبنا. وين الرأسية الآن؟ التخليص في الوقت المناسب من مين؟ من عبد الله يوسف. هنا ساردار آزمون، اللاعب الذي لن يسجل في مرمانا اليوم بحول الله تعالى. الآن الضغط، những diễn biến trên sân thật hấp dẫn phải không nào? Và nếu như các bạn vẫn còn đang suy nghĩ đặt cược tại FB88.TV sẽ được gì, thì đừng vội lo lắng, bởi FB88.TV hiện đang có chương trình khuyến mãi lên tới 2 triệu đồng tiền nạp cho thành viên mới, hợp pháp và an toàn. Truy cập ngay FB88.TV để được nhận ưu đãi. من الخبث الكروي في الدقائق القادمة للمنتخب الإيراني. وين التغطية الآن؟ بغمار محاولة الآن. لا، امنع المنتخب الإيراني من التسديد. كرة طويلة مرت، التركيز يا هيليو. هل يستخدم الأوراق الموجودة على دكة البدلاء؟ عيسى موسى أو علي مدن، محمد عبد الوهاب، الرميحي، علي حرم، سيد رضا،
أحمد عبد الله كوميل محمد عادل أو أحمد نبيل الأسماء موجودة التغييرات ممكن في الدقائق القادمة في لحظة من اللحظات نشوف منتخبنا يلجأ إلى كرسي البدلاء كرة ومحاولة الآن التمريرات المتبادلة البداية بمرتدة المرتدة إلى مهدي مهدي إلى عبد الله يوسف يلا يا عبد الله إلى مهدي استلم مهدي حميدان ممكن يمر ممكن يعدي ممكن يغير ممكن كرة هدف أول لكن وين لكن وين وين طالت تكلمت في الشوط الأول مشكلة مهدي حميدان فقط التمرير فقط التمرير لاعب متكامل كما تريد وأكثر لكن التمرير بس كرة الآن محاولة بتغيير راية وتسلل سيد الحكم راية وتسلل سيد الحكم من الراية من المساعد الثاني تيمور جاين نو لين هنا الراية الواضحة بالتأكيد على اللاعب كريم أنصاري فرد اللاعب الذي لديه 5 أهداف 4 في مرمى كمبوديا وهدف في مرمى هونغ كونغ سيد ضياء الذي كان ينتظر الكرة الأخيرة سيد محمد جعفر الذي يرسل الكرة الأخيرة الآن محاولة إلى جاسم الشيخ استلم جاسم يلا يا جاسم عبد الله الهزاع أقصى الجهة اليسرى وليد الحيام وليد بهدوء بذكاء المالود حذاري الآن الضغط الضغط وين الضغط رمية جانبية لمنتخبنا الوطني رمية جانبية لمنتخبنا الوطني مهدي يلا يترك الكرة لوليد الحيام الآمال الأمنيات الأحلام ممكن في أي لحظة نشوف كرة هدف أول بإذن الله لمنتخبنا الوطني بوغمار بوغمار أقصى الجهة اليمنى سيد ضياء استلم سيد يا سيد ضياء يا ضياء الضغط دائما من المنتخب الإيراني على حامل الكرة جاسم الشيخ هيليو سوزا ما زال حائرا مارك فيلمتوس ما زال هو الآخر حذاري من الأخطاء وين الضغط الهزاع الهزاع بذكاء ولكن تسلل على الهيدوس اللي من متعة اللعبة وقف يتفرج عليها ونسي ان هو في موقف تسلل هنا اللعبة اللي كان فيها شك ضربة الجزاء شوف المخرج بيعيدها ازاي هل في لمسة يد ولا ايه في لمسة اوه كان في لمسة يد كان في لمسة يد على عبد الكريم حسن وان ديكسن انه كان ممكن برضو يتفرج على الكرة ويستمتع بيها وينسى لكن لا لكن لا من الظواهر الجميلة ان حكام مباراة النهاردة لقاء من اللقاءات التاريخية كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية حكام عرب قطر صفي عميد أقصى الجهة اليمنى مهدي ترامي مهدي ترامي التقدم محاولة البحث عن أرضية لكن اصطدت عادت مباشرة على التخليص الدفاعي من بوغمار بوغمار بهدوء بذكاء أعتقد اللاعب الذي تميز جدا في مباراة اليوم 60 دقيقة 10 على 10 بوغمار الربط بين الهجوم والدفاع هنا مارك
فيلمتس المدرب البلجيكي. الضغط الآن حذاري من مهاجمي إيران. التخليص الدفاعي مميز من وليد الحيام. في الوقت المناسب يا وليد, أعتقد بعد ربع ساعة سيهدأ المنتخب الإيراني وسيكون الوقت لمنتخبنا الوطني. هنا التغييرات, هل يفكر مارك في التغيير بعد 60 دقيقة؟ وإن فكر في التغيير فمن يكون الاسم القادم؟ لا يهم. مهراد محمدي يستعد للدخول. طبعا مهراد محمدي هو شقيق الظهير الأيمن للمنتخب الإيراني ميلاد محمدي, والشقيق التوأم بالمناسبة, الشقيق التوأم. الآن منتخبنا محاولة البحث عن وليد. التغيير, متى يأتي التمرير؟ استلم وليد الآن, عبد الله يوسف, يلا يا عبد الله, يلا يا عبد الله, يلا يا عبد الله, إلى سيد, إلى سيد, متى سيد؟ عاد عبد الله بالكرة, جاسم الشيخ. تأخر منتخبنا في البناء. عادت مجددا عبد الوهاب وهبي. المالود, وين يا المالود؟ بذكاء وهبي إلى الهزاع, عبد الله الهزاع. التمريرات, عبد الله الهزاع بتمريرة طويلة ذكية جدا من عبد الله. محاولة الآن, حميدان إلى عبد الله يوسف. عبد الله يوسف سدد عبد الله, لكن وين؟ معلش. الآن الانطلاقة الإيرانية. التركيز يا شباب. هنا ميلاد محمدي, وهنا التغيير إلى أحسان حاج صفي. الصفي إلى أوميد إبراهيمي, أوميد إلى مهدي تارمي. محاولة البحث عن ثغرات في منتخبنا الوطني. حذاري الآن, احذر الآن, وحش. التدخل المناسب في الوقت المناسب من سيد مهدي باقر. الآن الاستلام, عبد الله يوسف, يلا يا حميدان, السرعة يا حميدان. معلش, التعب نال من منتخبنا أكيد. 60 دقيقة صعبة, تركيز عالي, أكيد مباراة صعبة وصعبة جدا على منتخبنا الوطني, لكن في النهاية البحريني قدها وقدود. مهراد محمدي إذن يستعد للدخول. هنا وقت التبديل. مهراد سيكون بديلا لمحمد مهيبي. محمد مهيبي الأصغر على أرضية الميدان مع بوغمار بالتأكيد, 21 سنة. لكن الآن دخل ميلاد محمدي شقيق مهراد محمدي, التوأم في أرضية الميدان. لا يهم مجددا, لا يهم. منتخبنا قادر. الأسماء على دكة البدلاء مستعدة. كوميل مستعد, علي حرم مستعد, الرميحي مستعد, الوالود الآن مستعد. روح يا المالود, يلا يا المالود. عبد الله يوسف اهدى. التغيير بذكاء, سيد ضياء. الله 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 الله, كانت يا المالود. لا 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 يا المالود, ما تضيع يا المالود. حرام, الله يا الحردان. الكل على أعصابه والحردان بارد. الله يا المالود, كانت, لكن معلش, لكن مجددا معلش. قدر الله وما شاء فعل. الركنية ممكن الآن
مرت من الجميع عادت مباشرة إلى سيد ضياء. يلا يا سيد، يلا يا سيد، يلا يا سيد، الحين يا سيد. لكن مرت من عبد الله يوسف، عادت من دفاعات المنتخب الإيراني، عادت من مدافعات المنتخب الإيراني. الضغط الدفاعي، الله 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 الله، الحردان يا نجم اللقاء يا الحردان، ما شاء الله عليك يا الحردان، ما شاء الله عليك يا الحردان. صنع انفراد وأنقذ انفراد، صنع انفراد وأنقذ انفراد. الله يا الحردان، قل أعوذ برب الفلق. صغير السن، كبير إمكانيات، لاعب أثبت نفسه في كرتين بس، في كرتين بس. الآن كرة ومحاولة التمرير، لكن وين؟ الإيراني خايف، الإيراني خايف، الإيراني خايف يا ناس يا بغمار. الله، أصفر 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 أصفر. فالنتين فالنتين أصفر على طول بدون نقاش. على شنو الاحتجاج؟ علامة سؤال. إحسان حاج صفي يحتج على التدخل، أصفر بلا نقاش. سلامات يا بغمار، سلامات يا بغمار، وحش الجهة اليمنى بالتأكيد أحسان الصفي. يتلقى الإنذار الأول في اللقاء. طبعا بالنسبة للإنذار، هذا الحكم أشهر 421 بطاقة صفراء، ومع هذه البطاقة في مباراة اليوم يصبح العدد 422 بطاقة صفراء. لديه 20 حالة طرد واحتسب 27 ركلة جزاء. بطاقة مستحقة، سلامات بغمار. الإيراني خايف 100%. بعد الهجوم الأخير، بعد تمريرة الحردان الذكية، بعد انفراد المالود اللي ضاع، ونقول معلش قدر الله وما شاء فعل، نقدر نقول منتخبنا يقدر يسجل، بيسجل إن شاء الله بيسجل. عبد الله يوسف عادت مباشرة، هاي الأخطاء اللي أتكلم عنها، هاي الأخطاء اللي أتكلم عنها. روح روح يا سيد يا ضياء، غير يا سيد يا رضا. حلو، عذرا احتسب 28 ضربة جزاء. الآن الحكم فالنتين كوفالينكو احتسب 28 ضربة جزاء الآن، والأهم هي 28. كما قلت يسوي لك مهدي كل ما تتمناه في الملعب، مهدي حميدان يسوي كل شيء في الملعب، لكن التمرير عنده مشكلة، ما نحتاج يمرر، ما نبي يمرر. لكن شوف 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 شوف، 100% ركلة جزاء، لا نقاش. رجعوا الفار، حطوا فار، شوف الفار، وبدون فار ضربة جزاء لمنتخبنا بالتأكيد. هنا التمريرة، هنا الوقت المناسب. أنا قلت إن شاء الله بنسجل، وإن شاء الله بنسجل. يا رب يا رب. حميدان سويت اللي عليك، خلاص حميدان لنهاية المباراة سويت اللي عليك، الحردان سويت اللي عليك، خلاص سيد ضياء سويت اللي عليك، خلاص. لكن من بيسجل اليوم؟ ما راح أقول من راح يسدد، راح أقول من راح يسجل. الحردان، الحردان أو عبد الله يوسف؟ الحردان هو الحردان، يا نجم يا بطل، يا نجم يا مبتسم، يا مبتسم. الآن 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 هذا الحردان. الله يا بحريني، الله الله يا نجم الشوط الأول والثاني. الله، ضاع الانفراد لكن هاي أحلى، ضاع الانفراد لكن هاي أجمل، ضاع الانفراد لكن هاي أقوى، ضاع الانفراد لكن البحريني واحد، البحريني واحد والإيراني صفر. الله 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 الله، الكلام للرجال فقط، الكلام للرجال فقط. وهذا الأحمر ما يخاف أحد اليوم، هذا الأحمر ما يخاف أحد اليوم. حطوا لإيران، حطوا للبرازيل. هذا الحردان يا جمالك يا الحردان، على اليمين ولا على اليسار مش مهم،
المهم 1-0 باللون الأحمر يا الحردان. 65 دقيقة ويا رب تنتهي واحد راضين، يا رب تنتهي واحد راضين قنوعين، يا رب تنتهي واحد. ما نبي أي شيء، أي شيء، ما نحتاج أي شيء في المباراة غير النقاط الثلاث اليوم. يا إيراني الوطني صعب عليك، يا إيراني الوطني صعب عليك. يلا يا الهزاع، وحش الهزاع، وحش الهزاع، وحش الهزاع. كريم، كريم ما تقدر على سيد، كريم ما تقدر على سيد. إحسان صفي مع نفسك بالرمية الجانبية بالتأكيد. منتخبنا قادر، منتخبنا قادر يا ناس. احذر يا سيد، احذر يا سيد، حذاري من الخروج. يا وحش يا حميدان، يا وحش يا حميدان. 66 دقيقة الحين يا هيليو تصرف. أنا ما أعرف شو بتسوي، بتبدل، بتغير، بتشيل، بتحط، أنت حر لكن تصرف. نحتاج نطلع فايزين، نحتاج نطلع فايزين في مباراة اليوم. وين الضغط الآن عبد الله يوسف؟ اسمع الجمهور، أنا باسكت الحين وخلي الجمهور يتكلم. موسيقى، مزيكا، لحن، جمال، معزوفة مقطوعة. عندك الأسماء ألف، اختار اللي يعجبك في مباراة اليوم. كرة طويلة، محاولة والجانبية. الله يا الأحمر، الله يا الأحمر. صفق الإيراني مثل ما تريد ومثل ما تبي، ما بتلاقي من يصفق لك اليوم، ما بتلاقي من يصفق لك. تكلم بلجيكي، تكلم فرنسي، تكلم باللغة اللي تحب. التبديل الآن، بدل بكرة، ما عندنا أي مشكلة اليوم. أكيد مبعاج بمهدي بغادر المباراة. عصب مارك، عصب فيلمتوس. البلجيكي معصب، يقول شو المشكلة، شو اللي صاير في مباراة اليوم. أنا مو في كمبوديا، أنا في المكان الأصعب. أكيد أنا ما أقدر أفوز 14، أنا ما أقدر أفوز واحد أصلاً، لأن الأحمر يلعب في مباراة اليوم، لأن الملعب الأصعب في مباراة اليوم، لأن بإذن الله منتصرين في مباراة اليوم، لأن بإذن الله الواحد الأحد راح تكمل بلون واحد بس هو اللون الأحمر. كرة طويلة، لكن وين، وين عبد الله؟ الله يا يوسف، الله يا عبد الله، الله يا يوسف. عادت مجددا الهدوء، التركيز. شوف البوزيشن، شوف البوزيسيون بالفرنسي. نتكلم بالعربي، نتكلم باللغة اللي تحبون، لكن خلوا النتيجة 1-0، خلوا النتيجة 1-0. الآن انطلاقة، محاولة، الدفاع، التركيز، الحردان. خلوا الحردان مرتاح، خلوا الحردان مرتاح في مباراة اليوم. خلاص سوى، لكن لكن هي الله 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 يا وليد، الله يا الكابيتانو، الله يا القائد يا الحيدام. الله، كل لاعب اليوم يلبس القميص الأحمر وهو قائد، مو بس سيد محمد جعفر، كل واحد اليوم على أرضية الميدان عنده مسؤولية لازم يسويها. واليوم الكل رجال في الملعب. الآن كرة وتمرير، التغيير، محاولة، الضغط، الضغط. كل اللي بقى 20 يا شباب، كل اللي بقى 20 دقيقة يا شباب، كل اللي بقى 20. الله على أجمل حضور، الله على أجمل. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc. Và trước khi tạm biệt anh em, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới anh em một website đặt cược bóng đá rất uy tín, đó chính là FP88.tv. Hiện đang có chương trình khuyến mãi lên tới 2 triệu đồng cho thành viên mới, hoàn toàn hợp pháp và an toàn, nạp rút cực nhanh không đầu bằng. Hãy nhanh tay truy cập FP88.tv để nhận ngay ưu đãi. إن الأحمر بيفوز، إن الأحمر بيسجل، إن الأحمر بيطلع بثلاث نقاط. ليش؟ لأنه يحمل اسم البحرين.
البحرين 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 الآن تمريرة الآن تمريرة والجانبية للمنتخب الإيراني بطل بطل يا أبو خمار بطل الآن الضغط وين الضغط الآن الضغط وين الضغط الآن الضغط وين الضغط حلو يا مهدي يا ولد يا ذكي يا ذكي يا ذكي مهدي حمدان خلاص سويت اللي عليك من ضربة الجزاء وركلة الجزاء قلنا مهدي سوى اللي عليه مهدي قدم اللي عليه خلاص بيطلع بديش هيليو سوزا عنده ورقة ثانية هو حر لكن احنا سجلنا احنا تقدمنا احنا واحد شوف سيد ضياء شوف سيد ضياء وشوف شوف 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 الذكاء يا ذكي ارجع اقول يا ذكي يا مهدي يا ذكي والحردان يا ثقة أمام كل هالجمهور لاعب صغير 22 سنة بس ويقدم لك انفراد على طبق من ذهب ويشيل لك انفراد على طبق من ذهب ويسجل لك ضربة الجزاء أمام كل هالجمهور أصفر يا حكم خلاص عليه أصفر طرد أصفر يا حكم عليه أصفر طرد إحسان حاج صفي عليه بطاقة صفراء وأعتقد هني اعتراف لكن راضي راضي لأنك احتسب ركلة الجزاء نقول لك راضي كوميل أخيرا أخيرا الميزان الميزان طبعا أي لاعب راح يطلع من منتخبنا الآن خسارة صراحة Như vậy là trận đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Nếu như các bạn vẫn còn đang loay hoay không biết mình nên đặt cược cho trận thi đấu này tại đâu, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn FP88.TV. Đây là trang nhà cái uy tín nhất hiện nay và đứng top ở diễn đàn uy tín nhất về cá độ châu Á Asian Bookie. Nhanh tay truy cập FP88.TV, cược và nhận thưởng lên đến 2 triệu đồng tiền nạp. Nạp rút tiền chỉ trong vòng 5 đến 10 phút, siêu nhanh cho anh em. هاي تشيك اب fp88.tv من الجهة الثانية ما طلع من جهة الترتيب لكن دش كوميل كوميل الأسود لاعب فريق الرفاع الآن يدخل بالزي الأحمر بزي الوطن يعرف أن المهمة صعبة يعرف أن ربع ساعة راح تكون صعبة بل صعبة وصعبة جدا يا سيد يا مهدي يا باقر الإيراني خائف للحين أقول من قبل الهدف الإيراني خايف يعرف إن الملعب صعب يعرف إن أرض الملعب الوطني صعب عليه واليوم أثبتنا اليوم أثبتنا الله على التخليص الله على التخليص الحين نحتاج مرتدة بس نحتاج مرتدة نخلص المباراة يلا يا أبو غمار يلا يا أبو غمار الله 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 يا البديل الله يا كوميل في الوقت المناسب كوميل أنا عندي معلومات كثير عن المباراة لكن مو وقت معلومات مو وقت معلومات لأن الضغط أكيد أكيد وصل درجة عند الجميع مو طبيعية أبدا التبديل خروج اللاعب أوميد إبراهيمي أوميد إبراهيمي يغادر أرضية الميدان أحمد نور الله يدخل أحمد نور الله وين التخليص الدفاعي وين الدفاع في الوقت المناسب ركلة ركلة مرمى سيد الحكم بالضبط بالضبط هاي سردار هاي سردار أتمون اللي مسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا هالموسم مع زينت وهني أوميد يغادر أرضية الميدان ويدخل نور الله سردار أزمون صعب عليك شباك السيد جعفر بإذن الله هيليو سوزا لازم نفكر في مرتدة نقدر نسجل منها الهدف الثاني ونرتاح لكن راضين بواحد صفر راضين بواحد صفر وين الضغط وين الضغط وين الضغط وين الضغط الله يا الهزاع الله يا الهزاع يلا يا سيد يلا يا سيد لا تأخر يا سيد هنا إصابة بطاقة 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 فالنتين بطاقة فالنتين فالنتين تكلم مع القائد سيد محمد جعفر والدخول الثاني بالمناسبة على أبو غمار يعني
حتى المنتخب الإيراني عرف قيمة مغمار في الخط الدفاعي. ما شاء الله عليك، أصغر لاعب في المباراة يقدم هالأداء رائع. طبعا بالمناسبة أصعب مراكز كرة القدم هي الدفاع. أنت ممكن تقدم 90 دقيقة أحلى ما تكون، لكن غلطة واحدة كل الصحف الكل يتكلم عن غلطتك، عكس المهاجم ممكن تنتهي النتيجة 0-0 ما حد يتكلم. لكن مغمار 21 سنة وهالأداء وأمام المصنف الأول آسيويا، ما شاء الله عليك. قل أعوذ برب الفلق. استلام الآن، تغيير من وحدي المالوت أقصى الجهة اليسرى إلى وليد الحيام. يلا يا وليد، يلا تغيير مجددا، تمريرات متبادلة. الحردان بذكاء، بذكاء لبو غمار. بو غمار إلى جاسم الشيخ، جاسم كرة طويلة إلى كوميل. كوميل يا ولد يا كوميل، لكن بو غمار تعب، بو غمار تعب على السبرنت، على السرعة. الله يا بو غمار، الله يا بو غمار، الله يا بو غمار، الله يا البحريني، الله يا الضغط. بس انت شوف واستمتع. كرة الآن، تركيز تركيز يا شباب، تركيز يا شباب، تركيز يا شباب. يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا الهزاع، يا ولد يا عبد الله يا الهزاع. يلا ضغط يا كوميل، حلوة الكرة. استلام لبو غمار، بو غمار بمر بسهولة أكيد. كوميل مجددا، الوان تو، الهدوء، الثقة الموجودة للاعبي منتخبنا الوطني. أعتقد عبد الله يوسف ممكن يغادر في الدقائق القادمة ويكون مكان الرميحي. عبد الله يوسف أكيد تعب، كرة طويلة أقرب إلى سيد المرمى، سيد الأمان، سيد الثقة، الكابتانو، القائد اللي تعقد مع سكوب، تعقد سيد محمد جعفر مع سكوب. لكن كرة القدم تثبت نفسك، تأخذ لك مكان، تثبت نفسك، تأخذ لك مكان. عبد الله الهزاع أكيد راح يتعب. قل أعوذ برب الفلق. لاعبين اليوم قدموا مباراة وايد حلوة، لاعبين اليوم قدموا كرة قدم محترمة تدرس. هيليو سوزا اليوم 10/10، وكما قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تمرينات أمس، عندنا ثقة كبيرة بهالمدرب ونشوف العمل اللي قاعد يسوي. وأعتقد أن اليوم شفنا الصورة الحقيقية لهيليو سوزا في الاختبار الحقيقي. عبد الله الهزاع ألف سلام عليك. 12 دقيقة كل ما بقى على نهاية المباراة. الهزاع أنت قدها، الهزاع أرجع أقوى، الهزاع محتاجينك الحين، الهزاع محتاجينك الحين. هنا ركلة الجزاء وهنا الهجوء، الثقة. أنت ممكن تتصدى لركلة جزاء كريستيانو رونالدو، لكن الحردان صعب عليك، لكن الحردان صعب عليك. ممكن تتصدى لكريستيانو في كأس العالم، لكن الحردان بالذكاء بالثقة. يلا يا كوميل اضغط يا كوميل، ما فيها شيء، ما فيها شيء يا حكم. يعني الحكم ما رفع الراية. هنا التغيير، 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 التغيير. رضاوي، رضاوي إذن إلى أرضية الميدان بديلا لبو غمار، بديلا لبطل من أبطال أمسية إيران، بديلا لبطل من أبطال مباراة اليوم. بو غمار وحش، وحش. أديت اللي عليك يا بطل، أديت اللي عليك يا بطل. رضاوي أوفي بالوعد اللي وعدنا أمس في اللقاء، يوم قلت يحضر الجمهور وإحنا بنسوي أكثر من اللي علينا. بس 10 دقائق يا رضاوي، بس 10 دقائق يا رضاوي. هاي البديل اللي ما شفناه أكيد مهراد محمدي، متسلل مختفي من ربع ساعة لأن ما شفنا إلا اللون الأحمر.
وما استمتعنا إلا باللون الأحمر وما سجل إلا اللون الأحمر وما تكلمنا وما راح نتكلم إلا عن اللون الأحمر. الآن كرة طويلة مرت من عبد الله اضغط اضغط اضغط. 10 دقائق يا بحريني، 10 دقائق يا أحمر. كرة الآن المولود وحش وحش يا وهبي. الحكم أمر بخطأ. أنا جاسم الشيخ، جاسم الشيخ معلش، جاسم الشيخ معلش، بطاقة صفراء معلش. الجمهور فل اليوم والله، إن القلب خلاص. يعني 9 دقائق تحملنا 81 دقيقة، يكفي الآن. وين السيد؟ وين السيد؟ وين السيد؟ السيد موجود، السيد موجود، السيد حاضر، السيد تشوف، السيد تستمتع. 34 سنة والعمر كله يا رب، تفوق ونجاح وتألق يا السيد. الله يا الهزاع، الله يا عبد الله. جاسم الشيخ بذكاء، وين رضاوي؟ رضاوي استلم، غير إلى كوميل، طالت على كوميل، طالت على كوميل. نشوف علي حرم في الدقائق القادمة أو هيليو سوزا. نشوف علي حرم، احذر يا جاسم، جاسم انذار أصفر. أي غلطة ممكن؟ الأوزبكي يحطك في راسه، واحنا نقول الحذر، التركيز. 82 دقيقة قدمنا مباراة على مستوى